بمدينة بيلة بمحافظة كفر الشيخ بدأت أولى خطوات شيخنا الجليل أبو العينين شعيشع. الشيخ أبو العينين كان جابر للخواطر، طبعاً هو كان شيخ وسطي، كان كريم جداً، دمه خفيف، وكان له مواقف كتير جداً معنا في الأسرة، وكنا دائماً لما كان بيبقى موجود بالليل دي بفترة المساء دي لازم كل الأسرة تجتمع معاه وتجتمع حواليه. فمن منزله بمدينة بيلة بكفر الشيخ إلى القاهرة، وبين دكة التلاوة في مسجد السيدة زينب ومسجد عمر مكرم كان لقاء المحبين بشيخهم الجليل، حتى قضى الشيخ أبو العينين شعيشع سنوات عمره في خدمة الذكر الحكيم إلى أن صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد أن أضاء بصوته سماء مصر دولة التلاوة.